أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف مؤتمر لندن الذي سيكون في 28 شباط هناك في لندن، والملف يتعلق بالأردن والاستثمار في الأردن، للحديث عن بعض الأسئلة المثارة حول هذا المؤتمر. معنا على الهاتف سعادة الدكتور خالد الوزني، الخبير والمحلل الاقتصادي الأردني المعروف. دكتور خالد، مساء الخير. اهلا اخي عمر، مساء الخير، يعطيك العافيه. يعني اشتقنا لهذا الصوت، يعني هذا بمشاعر حقيقيه والله. الله يسلمك، انا في زياره والله، وبتشرف اسمع صوتك واكون معكم على هذه القناه الطيبه. ميت اهلا وسهلا، يعني الاردن يعني منوره اكيد قطعا بوجودك. الله يعزك، الله يعزك. دكتور خالد، الوفد الاردني كبير، قطاع نعم. خاص وقطاع عام، ويقال انه وصل اكثر من 200، يعني في ناس بيحكوا 280. نعم. كيف تفسر هذا العدد الكبير؟ لماذا؟ والله شوف اخي العزيز عمر، هو يعني انا كنت كتبت مقال يمكن الاسبوع الماضي حول هذا الموضوع تحضيرا، لانه موضوع مؤتمر لندن انا انظر اليه باهميته في ان نذهب كدوله لديها فرص متعدده تعرضها على المستثمر والممول، اكثر من ان نذهب لطلب مساعده هنا او هناك، لانه اثبتت المساعدات باستمرار انها لا تؤدي الى غرض، بل عليها تكلفة يمكن سياسيه واجتماعيه اكثر مما نستطيع ان ان ان, أن نحتمل. صحيح. وبالتالي يعني الوجود في لندن يجب ان يكون وجود نوعي بغض النظر عن الرقم، يعني انا يمكن لما قرات انه 280 انا كمان استكثرت هذا الرقم، لكن اهم من ذلك الحقيقه ان يكون وجود نوعي، بمفهوم ان نكون زي ما انا كتبت في المقال محضرين درسنا بالمفهوم العام، يعني ان نكون لدينا فعلا مجموعه من المشاريع. البلد تحتاج الى تحريك عجله النمو، تحتاج الى خلق وظائف للشباب، وبالتالي اذا اردنا ان نكون مقنعين علينا ان نذهب لهؤلاء المانحين. والدول، ان 7 دول رئيسية مؤثرة في العالم موجودة، وموجود كل الدول المؤسسات الدولية المانحة والمساعدة والمستثمرة. فاذا رحنا بمشاريع حقيقية نوعية تجذب انتباه هؤلاء نكون فعلا حققنا الهدف، وبالتالي اقول يجب ان يكون هناك حضور نوعي للاردن. اما اذا كان فقط الحضور من اجل الحضور فانا بعتقد انه لا، يعني بتكون أخطأنا. أنا أتمنى وأتوقع إن شاء الله أن يكون فعلا هناك تحضير، يعني يمكن في 280 إذا كانوا حاضرين يمكن في جزء أكيد حاضر من أجل الحضور، لكن أنا أتمنى وأتوقع إن شاء الله أنه يكون الحكومة ومعها مجموعة من رجال الأعمال بمشاريع واضحة ذات عوائد واضحة، نسب عائد واضح، نسب استرداد رأس مال واضح، حتى نقنع الآخرين بأنه لا نريد مساعدات، نريد مشاريع تشغل الشباب وتحقق نمو اقتصادي وتحرك عجلة النمو. نعم، يعني بجزء ما أشرت له ومقالتك أيضا بدأ الحديث عنه بشكل جاد، أن الأردن ذاهب ليعرض نفسه، يعني ليعرض مشاريعه. نعم. طب عندنا بعد شهرين دافوس، يعني ما الفرق؟ الفرق كبير عمر، يعني موضوع لندن هو التركيز المجهر فقط على الأردن. كما تعلم دافوس عبارة عن لقاء إقليمي، أنا في رأيي السياسة تطغى على الاقتصاد فيه، ومش دائما الأردن يحظى بما يستحق في هذا اللقاء، ولكنه مهم بمعنى على الخارطة السياسية والعالمية. لكن لندن هي فرصة أخ عمر، يعني لما أتحدث عن لندن يجب أن نكون، وأتمنى من قلبي أن نكون جاهزين، لأنها هي فرصة نادرة أن تعرض شيء إذا كنت جاد فيه الناس راح تفتح عيونها إذا صح التعبير. يعني أنا في رأيي حرام أن نضيع مثل هذه الفرصة في لندن بوجود المهتمين اللي جايين يقول لك اعطيني فرصه عشان انا اجي عندك، يعني انا ما بقدر اجي اساعدك ولا اعطيك اموال مجانيه. هذه الجهات الموجوده وخاصه المؤسسات التمويل العالميه ليست لديها معونه وتشاريتي زي ما نقول اعانات، لديها اموال تريد ان تستثمرها وتحقق عوائد. احنا فرصتنا كبيره بانه لدينا مشاريع قائمه، لدينا مشاريع في العقبه، عندنا مشاريع في العبدلي واقفه، عندنا مشاريع بنيه تحتيه، مش بس الباص السريع بين المحافظات، عندنا كثير من المشاريع اللي يمكن ان تخلق فرص عمل للشباب، وعندنا مشاريع في المحافظات. يعني انا في رايي محافظه زي معان، بديش اقول عمان يعني حتى نبعد، في عندنا محافظه زي معان اذا فعلا تم الاستثمار فيها
في سيليكا وفي المشاريع المتعلقة بالمواد الخام الموجودة فيها، أنا أعتقد لن يبقى شاب في مهان بدون وظيفة. وبالتالي إذا كنا رايحين إحنا فعلا بمشاريع واضحة وبفرص، ومرة أخرى أريد أن أركز على كلمة فرص، فرص للمستثمر، ستكون القضية زي ما نسميها أو يقولوها بالإنجليزي وين وين، يعني نجاح للجانبين. إحنا استفدنا بأنه شبابنا يعمل ولا يقطع مسافات على القدمين حتى على الأقدام حتى يجد وظيفة، والآخر استفاد وجاء عائد. طيب أستاذ خالد، لو رجعنا شوي، إحنا بنتحدث عن تشجيع الاستثمار بجوز من 20 سنة، وفي فترة من الفترات كان الحديث عن مشكلة التسويق، وبدأنا نشوف دافوس، وبدأ الملك يتحرك شخصيا في قصة التسويق، ورغم أننا عملنا فوكس حقيقي على التسويق لم ننجح. هل سننجح في لندن؟ يعني اليوم يعني سيتفتق العبقري الاقتصادي الأردني في لندن مثلا بعد كل هذه الخبرة التي شاهدنا فيها انتكاسات؟ لا شو أخ عمر، هذا سؤال كثير مهم الحقيقة. لا بدنا نقول يعني تكون صريحين، يمكن لا، يمكن يمكن ما يعني ما نستفيد كثير، لكن 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 لندن لوحدها أو مؤتمر لندن لوحده ما بيكفي. مرة أخرى الأساس إنه نروح إحنا جاهزين كويس. إذا رحنا جاهزين، وأنت أشرت إلى زيارات جلالة الملك اللي أنا بعتقد وأنا عاصرت بعضها، لا تخلو أي زيارة من هم استثماري. يعني جلالة الملك يسوق للأردن أكثر يمكن من أي وزير أو مسؤول في 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 الأردن. صحيح. لكن المشكلة وين؟ المشكلة قضية علينا أن نعترف فيها. تقارير التنافسية تشير لنا دائما أن لدينا محيقات علينا أن نتعامل معها. فإذا رحنا إلى لندن وعرضنا فرص مميزة سواء في العبدلي، في العقبة، مشاريع بنية تحتية، باص سريع، قطار خفيف، كل اللي بدك إياه، وبعدين إجانا المستثمر ووجد نفس الخطوط الحمراء في التعامل مع المستثمر واللي هي منشورة في تقارير التنافسية العالمية اللي بيصدر عن الوف اللي هو بينعقد في البحر الميت أحيانا، إذا وجدها زي ما هي ما رح يجي. فبالتالي أنا سؤالك مهم ليش؟ لأنه هناك قضية تكميلية تقول أنه لا يكفي حتى أن نروح بهذه المشاريع، علينا أن نستيقظ ونقول أننا نتراجع في مستويات التنافسية بسبب إجراءات داخلية، وأن إحجام المستثمرين ليس له علاقة فقط في قضايا المنطقة وما يحدث في المنطقة، وإنما بسبب وجود معيقات استثمارية يجب أن نتعامل معها. وأتأمل أنه الحكومة إن شاء الله تكون جادة، لأن شفت أنه في بعض الاتجاهات بأنها تتعامل مع هذه القضايا. نعم. سؤال الأخير لك دكتور خالد، يعني كلنا بنتذكر مؤتمر باريس اللي كان يتعلق بلبنان في 2015. صحيح. يعني بجوز اللبنانيين اليوم بيحكوا عنه شيء من التندر، يشبه مؤتمرنا مؤتمرهم، ولا في فوارق، ولا في خصية مختلفة؟ يعني بس هيك من باب المعرفة. يعني الفرق كبير. أنا يعني أحب لبنان وأتمنى أن تنمو وتزدهر إن شاء الله، لكن أنت تعرف لبنان عبارة عن قضية مركبة من السياسة والاقتصاد والمعيقات الاستثمارية. صحيح. وللأسف يعني عدم وجود حكومة بعد باريس وبعد ما صارت الانتخابات ب7/5 كان معيق واضح. يعني أنا كمستثمر وحتى اللي تعهد وتعهدوا شريطة أن تكون وجود حكومة مستقرة منتخبة من الناس في 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 لبنان. الفرق كبير الحقيقة، يعني الاستقرار اللي موجود في الأردن واستقرار النسبي خلينا نقول في التشريعات مع بعض التعديلات اللي بتصير على الضريبة هنا وهناك، لكن ووجود مؤسسية أفضل خليني أسميها نوعيا، فبالتالي لا يعني لا أستطيع أن أقارن بين الجانبين، وإن كان يعني يمكن هذاك الجزء الأكبر منه مساعدات، وأنا كما كتبت هذا المؤتمر ليس للمساعدات ولكن لمساعدة الأردن عبر الاستثمار في اقتصاده. وإذا لم نذهب بفرص كأننا نقول لمن يريد أن يساعدنا عبر الاستثمار إنه إحنا متجاهزين، وأتمنى أن نكون جاهزين، خاصة كما أشرت أنت في البداية أخي عمر إنه يعني الوفد كبير، وأتمنى أن يكون كبر الوفد بكبر حجم ما حملناه معنا إلى لندن. نعم. بدي أشكرك شكر جزيل. شكرا لك الدكتور خالد الوزن الخبير والمحلل الاقتصادي. شكرا 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 دكتور خالد. إذن أعزائي المشاهدين، حاولنا أن نذهب إلى هذا الملف كما أشار الدكتور خالد، وأعتقد أنه هذا صحيح، أن المؤتمر معرض وليس مساعدات. يعني لكن هل سننجح في التسويق؟ سؤال أجابت عليه كما سألت الدكتور خالد 20 سنة بالنفي دائما. فهل سيحدث إيجاب في مؤتمر لندن؟ دعونا ننتظر قادم الأيام. نكتفي وقفة ثم نعود.